هو الهلال قاسم سليماني، تعرفوا هذا الرجل سمحت السيد؟ طبعا تعرفه، هو أخ عزيز وحبيب وصديق وقريب. نعم أعرفه جيدا. قريب يعني في علاقات وفي طبيعي جدا، يعني الحاج سليماني هو قائد قوة القدس. قوة القدس مهمتها شو؟ مهمتها الأساسية هي مساعدة حركات المقاومة في المنطقة، وهي اسمها القدس. وفي طليعة حركات المقاومة في المنطقة موجود حزب الله، فمن طبيعي يعني لازم يكون أقرب، من المنطقي جدا أن يكون الأقرب والأوثق والأعرف هو في العلاقة. طب لماذا هذا التركيز الإعلامي العالمي عليه بشكل كبير؟ يعني في النهاية قوة القدس يعني تشكل الخط الأمامي أو رأس الحربة في حركة الجمهورية الإسلامية، وقدرتها على على إسقاط المشاريع ومساعدة حلفائها في المنطقة. مثلا طيب لما صار الوضع في العراق، سقطت الموصل، سقطت صلاح الدين، سقط جزء من ديالى، وكان يمكن تسقط بغداد، والداعش صارت على طريق بغداد وصارت تحكي عن إسقاط بغداد وإلى آخره. طبيعي جدا أول من جاء إلى بغداد خلال بعد ساعات قليلة يعني من الحدث هو نفس الحاج قاسم سليمان. العشق يتخذ القرار، أضناه طول الانتظار، ساق العطاش قد دعا شوقا تهاجر للحسين، صبغ الدماء كالرافدين، وشبيه عباس أرى لخطك أن ترى تبكينا يا من سموت أنا أسير يا فارس الحوراء تهتف في الورى في حب زينب يا سيوف خذيني من جاء على ذاك المقام السامي لم يخش نحرك لمعة السكين فارحل بصمت مطمئن للسماء فك الحصار فنم قرير العين لك يشهد الميدان بك يفخر الفرسان ولواء حيدرة لواك أنت الشهيد الرائد وعلى وفائك نشهد وشبيه عباس النار